يعطيكم العافية جميعا، معاكم عمر بني عطا، راح اشرح لكم سلايدة الادرينو سبتور اغونست اند سيمباثوماتيك دراجز للدكتور حمزة. طبعا الموضوع راح اشرح هو اخر اشي، اخر 11 سلايدة، فموضوع كثير قصير، علشان هيك راح اعمل ريفيجن سريعة لكل سلايدة، تمام؟ بحيث انه نقدر نربط الامور مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. حكينا انه في عندنا الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3 ريسبتورز، وكل واحد منهم له سيلكتيف اغونست. طبعا كلمة سيلكتيف مش بس بتعني انه هذا الاغونست او هذا الدراج بس بيشتغل على هذا الريسبتور 100%، لا، ممكن يكون له او اكيد بكون له افكتس على ريسبتورز ثانيين ولكن مهمشات، تمام؟ هذا الشيء لازم نتفق عليه، انه كلمه سيلكتيف ما بتعني 100% بيشتغل بس على هذا. طبعا هذا المفروض انتم كلهم تكونوا حافظينهم، هاي كلها ريفيجن. طيب، موضوع مهم نمشي عليه على السريع، لازم نضل نذكر فيه، اللي هو البارو ريفلكس. لما تعطي واحد الفا 1 اغونست زي الفينيرفرين، فأكيد راح يصير في عنا زيادة في البلد بريشر، ونتيجة لهذا الإشي مين في عنا الريسبتورز اللطيفين اللي بيحسوا البريشر والزيادة أو الانخفاض فيه، اللي هم الباروريسبتورز. هذول بيحسوا أنه في زيادة في البلد بريشر، فراح يعملوا اكتيفيشن للفيجل نيرف بحيث أنه يصير في عندي ديكريز في الهارت ريت. ليش هذا الإشي صار؟ علشان ما نتجنب الهارت فيلر، بحيث انه يصير في عندي قوة ضغط كبيرة للقلب عشان يعوض او يقدر يدفش الدم، هو زاد الريزيستنس احنا حكينا، فهذا اشي مهم البارو ريفلكس. طيب، معلومة ثانية، السكيليتال ماسلز فيها بيتا 2، البيتا 2 عكس البيتا 1 تماما، يعني بيتا 2 عكس الالفا 1، يعني الالفا 1 بتعمل فيزو كونستريكشن، هاي بتعمل دايليشن، بتعمل دايليشن، وهسه رح نشوف ايش في الها ابلكيشنز في الكلينيكال. طيب، علشان نسهل الامور وما نتخربط، خلينا نتخيل ال1 هو عباره عن بلاد فيزل، والالفا يعني هذا الالفا 1 ريسبتور، الالفا عباره عن زي كانه حبل احنا قاعدين بنشده من الاطراف، بحيث انه صار في عندي يعني صار شد على هذا الفيزل فعمل فيزو كونستريكشن، يعني هاي انت عشان نضل متذكرين عمل الالفا 1. والالفا 2 تخيلوا هون كيف الالفا 2، انا غيرت على التو، يعني هاي الفا وهاي تو، انا بس عملت هذا الاشي هيك، صارت زي سهم شايفينه نيجاتيف فيدباك، فهو بعكس الافكت تبعت الالفا 1. خلينا نشوف على السريع كيف بصير هذا الاشي. هنا الصورة ل بوست سينابتيك اند بري سينابتيك نيورونز، شايفين وين الالفا 2 ريسبتورز موقعها؟ طبعا هون النور ابينفرين بصير له سكريشن من البري سينابتيك نيورونز، تمام، او البوست بغض النظر، المهم انه راح يصير له سكريشن وراح يعطي ايفكت على الريسبتورز تبعونه، بس برضه مش راح يضل بشكل مطول، بس في خاصية انه بصير له انهبيشن، اللي هي الالفا 2 ريسبتورز بتشتغل على جي اي، يعني انهبيتوري جي بروتينز. طيب، فلو اجينا حكينا انه الالفا 2 اغونست بيعمل تريتمنت للهايبرتنشن، does that make sense؟ yes. ليش؟ لانه حكينا انه بيعاكس الالفا 1، فاكيد انه راح اذا الالفا 1 راح يعمل هايبرتنشن بسبب زيادة النور ابينفرين، فالالفا 2 اغونست احنا قاعدين نعمل انهبيشن للريليز للنور ابينفرين، فاكيد قللنا الهايبرتنشن، تمام. طيب، هون البيتا ريسبتورز كيف اليه عملهم، مثال النور ابينفرين شبك على بيتا ريسبتور زاد السي اي ام بي، فنتيجه لذلك حصل كاردياك كونتراكشن. البيتا 1 احنا كم هارت عندنا؟ واحد، سو البيتا 1 مينلي ان ذا هارت، واكيد بما انه هو بالسمباثيتك، يعني انت لما تسمع بيتا فاكيد بخطر بالنا السمباثيتك سيستم، نيرفس سيستم، اوتونوميك نيرفس سيستم، ف الواحد بزيد الهارت ريت تبعه. البيتا 2 حكينا قبل شوي انه بيعمل فيزو دايليشن، او ممكن بيعمل برونكو دايليشن كمان. طيب، شغلات طبعا احنا مارقين عليها، ما بدي اطول، بس يعني ريكاب سريع. طيب، حكينا بدايه الفيديو انه في عندنا اشياء بتكون سيلكتيف واشياء نون سيلكتيف. مثلا فينيلفرين هو سيلكتيف للالفا 1، دوبيوتامين هو سيلكتيف للبيتا 1، بس في عندنا شيء مثلا اسمه ايزوبروتيرينول. الايزوبروتيرينول من كلمه ايزو، ايزو هاي بريفكس معناتها ايكوال، ايكوال فور وات؟ ايكوال للبيتا 1 والبيتا 2، ف
فهي إلها إفكت على هذول التو ريسبتورز متساوي تماما. طب إيش تتوقع يصير بدون ما نقرأ أي كلام؟ البيتا 1 حكينا أنه بزيد الهارت ريت صح؟ طب البيتا 2 إيش بعمل؟ بعمل فيزودايليشن تمام؟ وهذا الكلام راح تلاقوه مكتوب هون. فإحنا بنحكي شغلات منطقية يعني، هي مش كل إشي حفظ. أوكي طبعا فيزودايليشن بنتج عنه إيش؟ decrease in blood pressure. أوكي مين blood pressure is decreased، كل هاي شغلات منطقية بمجرد أنه عرفنا الدراج على شو بيشتغل. الآن إجينا على الدوبامين ريسبتورز. الدوبامين ريسبتورز بدنا نركز على أنها بتعمل فيزودايليشن للرينال. بدنا نضل نحفظ إحنا هذا فيزودايليشن فيزو كونستريكشن. طيب أوكي مش رح أعملكم أنه زي الألفا رح يعمل كونستريكشن، لا. خلينا إحنا كيف منرتب يعني، لو سألت أي واحد فيكم كيف ترتيب الريسبتورز في عقله رح يكونوا كالتالي: ألفا 1 ألفا 2 بيتا 1 بيتا 2، خلينا نهمش شوي البيتا 3 الآن، دوبامين مثلا، دوبامين دوبامينك ريسبتور 1. الآن شايفين الدوبامين 1 بحب يقلد اللي قبله، مين هو؟ اللي هو البيتا 2. طب البيتا 2 حكينا ايش بيعمل؟ بيعمل فيزودايليشن، سو الدوبامين بيعمل برضه فيزودايليشن تمام. بس بدنا نركز انه وين فيزودايليشن؟ بالكدني بالرينال. اوكي انا يعني حاب نرجع للتوجيه صراحه، كتاب التوجيه فيه كثير اشي رسم. هاي الصوره هون كثير ممتازه، بتوضح كيف النفرون اللي هو الوحده الانبوبيه الكلويه، طبعا تحت هنا بالأخير وين شايفين كلمة قناة جامعة تحت اللي هو اليورينري بلادر، بتكون بعرفون خلطة عربي بإنجليزي مش مهم. هنا البلاد فيزلز بكونوا حاوطين اللي هم بنسميهم بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيولز. أوكي هنا الأشياء بتترشح وبصيرها فلتريشن وبتنزل وتنزل على اليورين وبنطلعها برا. سو الدوبامين لما نعطي واحد دوبامين، فلما يمسك على الدوبامينيك ريسبتورز بصير في عندي فيزودايليشن لهذولا الفيزلز. طب ايش تتوقع يصير؟ مور فلتريشن لهاي التيوبيول صح ولا لا؟ طب ايش اهم اشي بيطلع؟ اللي هو الصوديوم، صوديوم ايونز. طيب سؤال، مين بيلحقه؟ مين دائما بيلحق الصوديوم؟ سمبل اللي هو الووتر. سو لما لحق الووتر الصوديوم ونزل معه في هاي النفرون اللي مصيرها تنزل لليورينري بلادر، اكيد شو صار باليورين؟ زاد. سو وين تتوقعوا نستخدمه؟ بشيء اسمه اوليجيوريا، لما يكون واحد معه ابنورمالي لو يورينري اوتبوت تمام، يكون عنده لو اوتبوت، فهذا الشيء بزيد. برضه ميك سنس، كل الاشياء منطقيه. طبعا اوليجيوريا شيء كثير مهم جدا جدا جدا، اتوقع راح يجيني شيء زي هيك. طيب اوكي هنا برضو شغلات حكيناها. البيتا 2 بتعمل برونكودايليشن تعالج الأزمة، الألفا ريسبتورز للمدرياسز لأنها برضو بتعمل برضو كونتراكشن. احنا ما حكينا اشي، هاي الاي في عنا هون اللي هم السيركولار ماسلز، هذول الراديال ماسلز. الألفا 1 بتكون هون موجودة تمام على هذول الماسلز، فبصير كونتراكشن فبتسحب معاها فبصير مدرياسة صح؟ تخيلت الموضوع كيف تسحب؟ طيب اوكي برضو الالفا اجونس كثير مهمة انها تعمل ريديوس للانترا اوكيولار بريشر. اوكي عن طريق انها بتقلل الاوت فلو اوف اكيس هيومر، فبرضو كثير مهم عشان نعالج الجلوكوما. قاعد بمشي على افكار رئيسية عشان كل هاي الشغلات ماخذينها. طيب عنا اشي اسمه الفا 1 اي ريسبتورز. اوكي احنا نعرف الالفا 1 والاي من وين اجت. لما تشوفوا الفا 1 اي اعرفوا انه هاي بتكون سبيسيفيكالي موجوده في البلادر بيز. طيب لو حكينا انه في درج معين هو سيلكتيف للالفا 1 اي بريسايزلي، مش بس الفا 1، الفا 1 اي، بتتوقعوا انه يعالج ايش؟ بدون ما يكون مكتوب شيء، بنتوقع انه لو واحد كان معه يورينيشن كثير عالي، ف اكيد راح يكون الحل انه نعطي الفا 1 اي ريسبتورز لانه راح يعمل كونتراكشن فراح يقلل من كميه اليورينيشن صح ولا لا؟ طيب كونتراكشن اند كنترول اوف يورينيشن، بدون ما نقرا هذا الكلام من خلال معرفتنا بالريسبتورز ومن خلال معرفتنا بالاكشن تبعهم، هذا كونتراكشن هذا دايليشن، نقدر نستنتج كل شيء ايش ممكن
يسوي برضو بالسيمينال فيزيكلز وجاكيوليشن. اوكي مراجعة سريعة مش لازم افوت بالتفاصيل. قاعدة سريعة، اي شيء بتشوفوه كل الفا 2 هو عبارة عن ديكريز، فديكريز انسولين اند ان ديكريز للرينين. اوكي طب مين بيعمل اكتيفيشن؟ البيتا دائما بتعمل الانسولين وبتعمل الرينين. سي ان اس، اوكي اول ما نسمع كلمه سي ان اس عطري بسرعه بخطر ببالنا بلود برين بارير. البلود برين بارير ما حد بيقدر انه يتجاوز هون غير انه يكون بشكل كافي لايبوفيليك. على سبيل المثال لو جينا اخذنا هسه هون راح نرجع وراح نحتاج اللي هم الرسم اللي كانت بالاول اللي بتحكي لنا عن كاتيكولامين وال نون كاتيكولامينز. كاتيكولامينز بنلاحظ انه في عندهم تو هيدروكسيل جروبس، تمام هاي الكاتيكولي جروب كافيه انها تخلي ما يقدر يخترق البلود برين بارير. النون كاتيكولامينز بنلاحظ انه مثلا ما فيهم، يعني على الاغلب نشوف الافيدرين، امفيتامين، ميثوكزامين، برضه حتى الفينيلفرين، دول نون كاتيكولامينز سو بيقدر انهم يجتازوا البلود برين بارير. طيب الامفيتامينز قبل شوي فرجيناكم اياها وهي موجوده ورا، فبتقدر انها كان انتر ذا سي ان اس. اوكي فبتقدر تعمل سي ان اس افكت، وهذا راح نيجي عليه كمان شوي بالمحاضره اللي او خلينا نحكي بعد ما اخلص مراجعه. تمام طيب هذا الاشي اللي بدنا، يعني اشياء رئيسيه. بيتا 3 بنعرف تعمل لللايبوليسز، وبيتا 2 بدي اشوف التفاصيل صراحه لغات ما اختينه، ان شاء الله ما اطول بالريفيجن. طيب اوكي خلينا هون بس اشي كثير مهم على الابينفرين. الابينفرين هو الوحيد، هو الوحيد اللي النيورو ترانسميتر اللي بيشتغل على الالفا 1 الفا 2 بيتا 1 والبيتا 2. احكي لكم سر بس لا تحكوا لحد، ليش سميناهم أدرينوسيبتورز؟ لأنه الأدرينالين اللي هو نفسه الإبينفرين بيشتغل عليهم كلهم، تمام؟ عشان هيك من هون إجا اسم كلمة أدرينوسيبتورز. طب إيش تتوقعوا يسووا؟ برضو ما بدنا نحفظ، كله ميك سنس. ألفا 1 رح يعمل فيزو كونستريكشن. طبعا بالنسبة للدوبامين في شغلة ورا يمكن ما حكيناها بس مهمة، أنه بيختلف الإفكت باختلاف الدوزز. يعني لو على سبيل المثال اعطينا لو دوز اذا كان فراح يشتغل على الدوبامين 1 ريسبتور. طب اذا كان مودريت راح يشتغل وين؟ بتتذكروا لما حكينا الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 بعدين حكينا الدوبامين 1. اوكي هو راح ينط زي هيك من هون لهون ومن هون لهون، يعني على الدوبامين 1. طب المودريت على البيتا 1. طب الهاي وين راح يكون؟ على الالفا 1. دقيقه البيتا 1 شو التاثير؟ انكريز هارت ريت. اوكي طب على الالفا 1 اوكي راح يعاكس الدي الدي 1 بيعمل فيزو كونستريكشن. طب الدي 1 بيعمل دايليشن. طيب حكينا قبل شوي واحد معه اوليجيوريا بنعطيه دي 1 بحيث بصير فيزو دايليشن، فرجيتكم اياه قبل شوي بكتاب الاحياء. وبزيد اللي هو الصوديوم ايونز، تمام بروكسيمال تيوبيولز، تمام كونفيليتد تيوبيولز، ومنه بتزيد بتنزل ووتر معها فبزيد. طب هون بالالفا 1 اذا اعطيناه هاي دوز رح يشتغل على الالفا 1، فرح يصير يعني عكس الدي 1 تماما. فواحد معه اوليجيوريا اوعكم تعطوه هاي دوزز اوف دوبامين، نعطيه low doses. فانت اذا اعطيته هاي فعليا زدت الطين بلة. اصلا مثل زدت الطين بلة اجا من ورا واحد patient معه اوليجيوريا فراح اعطاه high dose of فزاد الطين بلة، من هون اجت كلمة زدت الطين بلة. اوكي نمشي على السريع. اوكي برضو معلومة مهم جدا جدا جدا، باركنسون ديزيز دوبامين، اسف على الخط القلم مش مساعد، باركنسون بي مش الدوبامين بسبب باركنسون، كان هسه كنا معنا باركنسون ديفيشنسي
في الباركنسون، سوري ديفيشنسي في الدوبامين. طيب سمبر كيف نعالج الباركنسون؟ برضو استنتج دون ما نشوف اذا الدوبامين نقصه بعطيني باركنسون. طب كيف نعالج الباركنسون؟ اكيد بكون في البريك هو الدوبا، تمام. فمش هالشيء يعني. اوكي هنا كل هذا حكيناه، اذا حفظناهم مثلا فينيلفرين، ميدوكزامين والميدودرين، هذول الفا 1. خلص بما انه حفظناه بنقدر نعرف انه ايش ممكن يسوي. اوكي بدنا نعرف شغله كثير مهمه عنه، انه مهم في الاورثوستاتيك هايبوتنشن. ما بدي اعيد لهي اورثوستاتيك هايبوتنشن شو معناته. لو اجى في الامتحان سؤال which of the following drugs is used in the treatment of orthostatic hypotension، يكون في الخيارات ميدودرين، فبرضه مهم جدا جدا. كله مراجعة الفا 2، حكينا ايش ممكن نسوي. الكلون بس نحفظ معلومة واحدة، بمجرد انه احنا حفظنا انه الكلونيدين هو الفا 2 سيلكتيف، عفوا سيلكتيف الفا 2 ريسبت agonists، فأكيد في الإفكت تبعيته. طيب disorder كثير مهمة، attention deficit hyperactivity disorder، برضو مراجعة بكون معه hyperactivity، في عنده مشكلة في التركيز وبالتعليم، في عنده problems in learning، تمام. هسه هذا لقدام رح نيجي انه في له، اوكي اول واحد لهم اللي هو الكلونيدين، attention deficit hyperactivity disorder، هسه رح ارخصهم بالاخير. اوكي هذا اسمه كثير طويل، dexmedetomidine. اوكي دو اسمه الطويل ما بخوف، اهدوا. اوكي سيديشن، فبيعمل سيديشن، منطق ولا لا؟ منطق بيعمل سيديشن، ليش؟ تفاغونست، الامور بالبساطة، يس. مثل دوبا برضو زي الكلونيدين، اوكزيميتازول، ميتازولين، نعرف انه الفا 1 اغونست، تنا دوز اكبر شوي، شد حاله راح يروح الفا 2، اي ريسبتورز، اوكي؟ هل رح تستغربوا انه دي كونجستنت؟ اكيد لا. ليش؟ لانه الفا 1 اغونست هو بالاصل، بس هاي دوزز بصير سنترال افكت. ايزو بروتينول حكينا شو يعني، ايزو بيشتغل على الاثنين، بوزيتيف كرونوتروبيك اند انوتروبيك، اكيد لانه على البيتا 1 زائد بيتا 2. اوكي بيتا 1 سيلكتيف ايجنتس، دوبيوتامين سو هو على البيتا 1، اوكي على البيتا 1 سيلكتيف، ايش راح يعمل؟ هل راح يعمل فيزو دايليشن؟ ايش؟ لانه هو بس على البيتا 1 مش على البيتا 2. هو صراحه مش لازم احكي نتات اول، لانه حكينا ممكن انه يكون له سويت افكت، بس خلينا نحكي ان جنرال هو ما له علاقه بال هو سيلكتيف للبيتا 1، فاكيد شو راح يعمل؟ بوزيتيف انوتروبيك، برضه بوزيتيف كرونوتروبيك، بغض النظر انه جريتر، كل هاي التفاصيل الديتيلز ما بدي افوت فيها لانه هاي مش محاضرتي. تمام قربنا نبلس في المحاضره. بيتا 2 سيلكتيف زي ما حكينا، بيتا 1 هذول بيتا 2، سالبيوتامول، تيربيوتالين، ريتودرين، هل كلهم لهم نفس الاستعمال؟ لا. ليش؟ السالبيوتامول والتيربيوتالين أزمة، برضو مهم جدا جدا، بيعمل برونكو دايليشن. الريتودرين برضو بيعمل دايليشن، بس مش برونكو دايليشن، هو بيعمل في حالات يعني اللي بتكون الولادة في مرحلة بكير. طبعا الولادة بتعرفوا أنه بصير لليوترين ماسلز كونتراكشن، صح؟ طيب إذا أنا بدي أمنع الولادة أو بدي بعمل ريلاكسيشن، تمام؟ Does that make sense؟ طب شو بدي استخدم؟ مين هو اللي بعمل ريلاكسيشن للمسلز؟ من اللي بنقدم ناخذهم؟ بيتا 2 سيلكتيف، مثال عليه ريتودرين، بس ما حد يحكي سالبيوتامول او تيربيوتالين، خلص الريتودرين هو للريلاكسيشن للليبر، بريميتشر ليبر، تمام؟
طيب next acting زي الإفيدرين. إفيدرين شغلتين كثير مهمات. تفاصيل لازم واحد يكون عارفها. اوكي سودو افيدرين نفس الفكره. ديكون ديستنت منطق منطق. ليش؟ لانه بيعمل ريليزنج للنور اي بي فالفا 1 بصير لها اكتيفيشن. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم نبلش هسه في المحاضره تبعيتنا. ان شاء الله ما اكون طولت يعني علشان نقدر نربط الامور. اوكي طيب خلينا ننظم شوي ننظم امورنا وننظم افكارنا بشكل بسيط. احنا وين؟ خلينا نعرف احنا وين بالله السرين. احنا في الادرينو سيبتور اغونست او خلينا نحكي ان جنرال سيمباثوميماتيك دراجز. تمام اوكي يعني بدنا اي اشي يعني اي دراج او خلينا نحكي دراج اي دراج يعطيني افكت سيمباثوميماتيك يعني مش بس يعني بحيث انه لما اشوف نتيجته على هذا الشخص اعرف انه السيمباثيتيك شغال عنده. ممكن تصير هاي الشغلة بطريقتين يا إما direct indirect. direct acting بحيث أنه بروح دغري على الريسبتورز اللي صرنا ساعة قديم نحكي عنهم. طب indirect آها أوكي هسا رح نشوف كيف بتصير الindirect. أوكي الindirect فيه لها طريقتين. الطريقة الأولى اللي هي بنسميهم displacers. الطريقة الثانية inhibit the reuptake. displacers ايش يعني؟ هسا كلنا بنعرف انه في الفيزيكلز زي ما احنا هون شايفين بكون في عندي مين مخزون بحيث بيستنى حاله عبين ما يطلع او بيستنى اللي هو سيال يجي من هون. تمام بحيث انه يصير له ريليس لبرا ويعطي الإفكت تبعيته. اوكي بكون في عندي هون مثلا دوبامين النور ايبي ابينفرين صح؟ اكيد لا الابينفرين مش هون. الايبي مش هون. الابينفرين وين موجود؟ في الادرينال جلاند في الميدولا تبعت الادرينال جلاند مش النيوروز اللي بتفرزه. اوكي سو مثال خلينا نركز هون على الدوبامين والنور ابينفرين. هذول الاثنين بكونوا موجودين بفيزيكلز فمجرد انهم طلعوا من الفيزيكلز وين راح يطلعوا؟ راح يطلعوا لبرا وراح يعطوا الافكتس تبعيتهم. فالديسبليسرز هذولا بيجوا بيحلوا مكانهم بالفيزيكلز فبيبطل في لهم وسع. طب وين راح يطلعوا؟ اوف كورس راح يطلعوا لبرا ويحطوا لهم افكت. سو لو انا اعطيت مريض واحد من هذول الديسبليسرز ايش تتوقعوا يصير؟ سمبلي راح يزيد السمباثيتيك تون صح ولا لا؟ طيب هذول هم الديسبليسرز بشكل عام نحكي هسه رح نفوت هم عددهم 5 اللي رح نحكي عنهم. اوكي وفي عندنا طريقة ثانية طبعا هون الطريقة الأولى وهون الطريقة الثانية inhibit the reuptake. شو هو الريابتيك؟ طيب خلينا نشوف فيديو سريع. Is also synthesized by presynaptic neurons. It too is involved in the feeling of satiety. Under normal circumstances, monoamines are released by the presynaptic neuron. Some are taken up by the postsynaptic neuron, and some are reuptaken by the presynaptic neuron and stored in granules that release their contents into the cleft between pre- and postsynaptic nerves. Most of the mono طيب شوفوا هنا كيف قبل شيء كانوا بالفيزيكلز
وطلعوا لبرا بسبب وصول اكشن بوتنشال، اعطوا افكت على البوست سيناتيك نيورون او ممكن على اورجان. مش كلهم، في عندي شيء اسمه تيرمينيشن. احد التيرمينيشن ميكانيزمز، تيرمينيشن يعني انه احنا نوقف العمليه، تمام؟ فيش كثير شغلات بتساهم انه نوقف العمليه هاي، اكيد مش للابد راح يضل السيمباثيتك شغال، في تيرمينيشن لها، وفي شغلات بنسميها محددات يعني. سو برجع مثلا هذا النيورو ترانسميتر على سبيل المثال دوبامين او نوربينفرين، برجع عبر شيء اسمه الري ابتيك ميكانيزم، اللي هو هذا اللي شايفينه قدامكم اللي صار، فرد رجع لورا. اوكي طيب، amines released into the synaptic cleft are taken back up by the presynaptic nerve, where they are either degraded or repackaged into new granules. A small portion of released monoamines bind to postsynaptic receptors, which transmit a signal from one nerve to the next. In the hypothalamus, sibutramine enhances satiation. Okay, هذا صرح نحكي عنه اللي هو سيبيوترامين. هو راح يعمل انهبيشن للري ابتيك. خلينا نشوف شو راح يصير. طيب يعني هسه سيبكم من كلمه السيبيوترامين، هسه راح نحكي عنه هذا الدراج، بس هو ري ابتيك انهبيتورز، تمام؟ Blocking the reuptake of monoamine neurotransmitters, mainly serotonin and norepinephrine, and to a lesser extent, dopamine. Note that sibutramine does not override the normal physiologic control, release, and reuptake of other neurotransmitters. By blocking the reuptake of serotonin and norepinephrine, these neurotransmitters stay in the synaptic cleft for a longer period of time. Sibutramine's action is predicted to be restricted to monoamine reuptake inhibition, since it shows negligible affinity for a wide range of neurotransmitter receptors. طيب شفتوا هنا كيف صار، بطل هذول الريليز نيورو ترانسميترز زي النور ابينفرين، سيروتونين او دوبامين، بطلوا يقدروا يرجعوا. سو ايش بتقدروا تتوقعوا انه لو عملت انهبيشن للري ابتيك ميكانيزم؟ اكيد راح يزيد هذا راح يزيد الايفكت تبع هذول النيورو ترانسميترز. طيب خلينا ناخذ عليهم امثله هذول الدراجز. اول شيء نبلش في الديسبليسرز. ضعته وما ضعته صح؟ طب تمام، احنا نحكي عن ديسبليسرز الان. اوكي ديسبليسرز، بلاش في الديسبليسرز. طبعا الانهبيشن للري ابتيك هم ثلاث باي ذا واي، والديسبليسرز هم خمسه، تمام سهلين. اوكي اسماء ادويه ورا اسماء ادويه رح نضل ننسى. لا الديسبليسرز او بنسميهم امفيتامين لايك هم خمسه، اربع منهم بحبوا الاف، او خلينا نحكي لفظ الاف بريسايزلي البي اتش، تمام؟ امفيتامين، ميثامفيتامين، ميثيل فينيديت، تمام، والمودا فينيل. خلينا نشوف الافكت. بتتذكروا حكينا عن الفيتامين مرتين قبل هيك في نفس هذا الفيديو، ايش حكينا؟ نان كاتيكولامين، اوكي تمام، وحكينا انه بما انه نان كاتيكولامين معناته كان كروس بلود برين بارير، سو ات از سي ان اس ستيميولنت. بعمل alertness، اوكي بنسميهم بالعربي امفيتامينات اصلا، يعني هم منبهات، اوكي يعني يعتبروا حتى من الشغلات المحظوره. اوكي and antidepressant effect on appetite. سؤال صغير، لما يكون السمباثيتك شغال، او خلينا نحكي بلغه ثانيه، you are in a fight and flight situations، راح يكون جعبالكم تاكلوا؟ راح تكونوا جوعانين؟ اكيد لا. So you will lose of you will be lost of appetite. اوكي راح يكون الشهيه تبعيتك كثير معمولها suppression، تمام؟ فلما استخدم الامفيتامين اللي هو ديسبليسرز اللي هو بيساعد انه يزيد السمباثيتك تون، فاكيد راح نعمل انخفاض وديكريز ان ابيتايت، فالشهيه بتقل. في له دي ايزومر، في له ال ايزومر. الدي ايزومر هو مور بوتنت. اوكي الامفيتامينز، طب بيعمل ديسبليسنج لمين؟ للنور ايبي اند دوبامين. اوكي طبعا في عليه كلام كثير، احنا مش كل واحد رح نحكي عنه زي هيك، بس هو يعني الاصل. وخلينا نشوف الباقي رح نقيس عليهم. ميثامفيتامين كثير طبعا بيشبه الامفيتامين،
اوكي، بس الفرق انه كان كروس سنترال نيرفس سيستم مور افكتيفلي. اوكي، هاير ريشيو اوف سنترال تو بيريفيرال اكشنز مثل فينيديت. بتتذكروا قبل شوي لما حكينا عن اي دي اتش دي اللي هو اتنشن ديفيسنت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، وحكينا انه في اكثر من دراج رح نمر عليهم، رح نذكركم فيهم رح نلخصهم. مين كان اول واحد اللي مرنا عنه؟ اللي هو الكلونيدين. الثاني اللي هو مثل فينيديت. جود. طيب طبعا كلهم سيميلر تو امفيتامين، كلهم ديسبليسرز، تمام، بس في اختلافات بسيطه لازم برضو نكون عارفينها وعارفين هاي ديتيلز. In some children with attention deficit hyperactivity disorder. كثير ممتاز. مودافينيل برضو الاف، سو ديسبليسرز، فاكيد راح اوكي. احنا في الامتحان، يعني في الامتحان ما في سلايدات، ما في تنظم امورك زي هيك بهذا الشكل الحلو، بتشوف مودافينيل في الامتحان. اوكي، في اف في الموضوع، مش اي اف تروح تفكروا ديسبليسرز، لا مش هالدرجه كمان. مودافينيل ديسبليسرز، اذا راح نتذكر الصوره هاي. تذكر الصور شيء كثير ممتاز في الامتحان. نتذكر الصوره هاي انه عمل ديسبليسنج، ف طلع هذا النيورو ترانسميتر لبرا، سو زاد الافكت. اوكي، مودافينيل هو عبارة عن سايكو ستيمولنت. شو يعني سايكو؟ سايكو عبارة عن بنسميها هلوسة، اوكي؟ بالعربي هلوسة، يعني بحكي عن واحد مهلوس. كيف يعني؟ شو هي أعراض الهلوسة؟ أعراض الهلوسة طبعا هو مرض يعني، تمام؟ بكون واحد عنده الأبعاد ضاربة، كيف يعني؟ يعني ممكن يشوف أشياء غريبة، ممكن يشوف شيء كبير بشكل صغير، ممكن يشوف صغير كبير، القريب بعيد، يعني المسافات تتلخبط عنده، هلوس، هلوس، تمام؟ طيب لما أحكي لكم أنا سأحكي لكم أنه المودافينيل is a psychostimulant، وهذا إشي كثير مهم، تمام؟ طب هل هذا الكلام منطقي؟ هل ممكن المودافينيل يعمل هذا الإشي؟ يس. ليش؟ لأنه بيزيد السيمباتيك تون بشكل كثير كبير، تمام؟ بحيث أنه بيسبب الهلوسة عند الأشخاص. أكيد مش الباراسيمباتيك رح يعمل هلوسة، باراسيمباتيك بروقك، مش بتصير تشوف الأشياء بشكل غير طبيعي. هون برضو inhibits both nor epi and dopamine transporters. في هون شوية معلومات برضو لازم نحفظهم. increase interstitial concentrations of nor epi and dopamine، منطقي لأنه إيش؟ displaces برضو serotonin. شوفوا قديش يعني wide range of action للnor epi والdopamine والserotonin، برضو الجلوتاميت مش مخلي صراحة، يعني منطق إنه بيعمل psychostimulant. وبيقلل اللي هو الجابا ليفلز. تذكروا الجابا ليفلز شيء؟ الجابا اللي هو جاما امينو بيوتيريك اسيد، اللي هو بيعمل انهيبيشن، هو بيشتغل على الفا 2. اوكي تمام. شيء مهم جدا، مهم 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 جدا جدا، ناركوليبسي. ناركوليبسي هو عبارة عن شخص اللي معاه ناركوليبسي بكون ماشي ولا هو نعسان، بكون قاعد على الاكل زي صاحبنا هون، اوب، ولا هو طاب نعسان برضه في اي مكان نعسان. ليش هيك؟ ما بعرفش. طب كيف ممكن نعالجه؟ بالمودافينيل، تمام. طبعا هو الوحيد اللي مذكور عندنا حتى انه يعالج الناركوليبسي، فهو امبروف ويكفولنس للناركوليبسي اللي بضلهم كل شوي يناموا بحسوا بالنوم. اولويز they feel sleepy. اوكي، they feel sleepy. هون بحكي لنا it is often associated with mild increases in blood pressure, heart rate. طيب برضو بنرجع بنحكي الجملة does that make sense؟ إذا جوابكم yes فأكيد أنتوا صح، مش yes لأنها موجودة بالسلايدز ونحفظها حرفي، لا، ما احنا حكينا displaces، رح طلع النوريبي، رح طلع الدوبامين، رح طلع كل هاي الأشياء، فأكيد رح يزيد البلوت بريشر لانه راح يكون في له افكت. مثلا الفا 1 هو نفسه ما له افكت، تذكروا هو نفسه مش هو بروح بربط بريسبتورز، هو بيعمل ديسبليسنج ل مثلا نور اي بي. نور اي بي بروح بيطلع، هو اللي بيعمل انكريز بلوت بريشر عبر الالفا 1 والانكريز الهارت ريت عبر البيتا 1. اوكي، الان التايرامين. التايرامين هو عباره برضو اخر ديسبليسر عندنا، وهذا كثير صراحه مهم، وكثير في له رياكشن اسوشيتد وذ ات، كثير معروف ومشهور. فالتايرامين موجود بالفيرمنتد فودز مثل التشيز. طيب يعني واحد اكل تشيز،
يعني خلينا نشوف، خلينا نكون منطقيين بالله. واحد اكل تشيز معناته في صار في معه تايرامين، معناته صار في عنده تايرامين بجسمه، معناته صار في ديسبليسنج، معناته السمباثيك اشتغل. يعني واحد بكون قاعد في امان الله فجاه ولا السمباثيك شغال، يعني بس بكل جبن الزلمه ما عمل شيء. طيب اها معناته في عندنا شيء ممكن انه انهبيشن لعمل التايرامين. مش معقول يعني كل شوي يشتغلين السمباثيك لاني باكل جبنه، بطلنا ناكل جبنه. في عندنا نرجع اوكي، الصورة اللطيفة هون بتفرجينا انه في عندنا مونو اما مونو امين اوكسيديز، مش قادر انه صراحة اعلم على فوق على ايش ما شايفينه. شيني مونو امين اوكسيديز برضو عارفينه اللي هو بيعمل ميتابوليزم، برضو هاي طبعا احد طرق التيرمينيشن، بيعمل ميتابوليزم للنوربينفرين ولا الاشياء هاي. تمام، بيعمل ميتابوليزم فبنخلص منه. طيب على سبيل المثال ما كان في عنا مونامين اوكسيديز او جبنا انهبيتور لهذا مونامين اوكسيديز، سمبلي راح يزيد الاكشن لانه ريبيرفرين صح. طيب سو التايرامين بيصير له ميتابوليزم في عبر الام اي او. ستوب ستوب ستوب، استنى شوي 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 شوي. طيب ما انت قبل شوي فرجتنا كان في النيورونز، يعني تضحك علينا قاعد كان يعني كيف؟ طيب يعني التايرامين بدي استناه تايفوت للنيورونز عشان حضره المونوامين اوكسيديز يروح يعمل انهيبيشن اوكي او يعمل سوري ميتابوليزم للتايرامين؟ اكيد لا، هو عباره عن انزيم اوكسيديز سو موجود في الجي اي تراكت، موجود بالليفر اللي هم المكان الاساسي للميتابوليزم. سو ات از ان اكتيف اورالي. ليش اورالي؟ لانه لو اعطيناه بيرنترالي مش راح يمر لا بالليفر ولا بالجي اي تراكت، او خلينا نحكي مش بالليفر في المره، كان ميتابوليزم. فايش راح يصير في عندنا؟ ديسبليسنج، وراح يصير في عندنا اندايركت سيمباثوميماتيك اكشن. صار لي ساعه بحكيها انكريستون الى اخره، سيمباثوميماتيك اكشن يعني كوزد باي ريليس اوف ستورد كاتيكولامينز اللي هي الاكشن تبعه. ليش؟ لانه ديسبليسر، ذكرون ديسبليسرز اوكي ما فيه اف او ما فيه هاي الشغله يعني، فمش ضروري انه هو مش ديسبليسر، بس هو ديسبليسر كثير مهم. طيب شغله ثانيه، انه واحد اعطيناه مونو امين اوكسيديز انهبيتورز اللي قبل شوي حكينا لكم اياها، طيب ايش بصير؟ برضو التايرامين مش راح يصير له ميتابوليزم او راح يقل بشكل كبير الميتابوليزم تبعه، فراح يكون موجود يعمل ديسبليسنج وبزيد البلد بريشر. ليش؟ هو اللي راح يعمل انكريز بلد بريشر. لا ديروا بالكم، مش هو راح يعمل انكريز بلد بريشر، هو راح يعمل ديسبليسنج والنور اي بي هو اللي راح يسوي او اللي بيعمله ديسبليسنج whatever what is it is associated with the cheese reaction. تمام طيب هون اذا خلصنا الميكانيزم الاولى للان دايركت اكتنج سيمباثوميماتكس واللي كانت ديسبليسنج. الاكشن الثانيه او خلينا نحكي الميكانيزم الثانيه اللي هي الري ابتيك انهبيتورز، وفرجينا لكم شو هي عمليه الري ابتيك ميكانيزم. طيب اول شيء بدنا نعرف معلومة كثير مهمة اللي هو سيروتونين كثير مهم بالهابينس. تمام يعني سيروتونين هابينس اوكي. طيب انا لما اجي اعمل لك ري ابتيك انهبيتورز، لما نسمع هاي الكلمة راح اكيد راح نتذكر ونتخيل الفيديو بحيث انه زاد تركيز زاد الكونسنتريشن لهذول النيورو ترانسميترز في الكريفت، سو زاد الاكشن ومنهم السيروتونين. So لما نيجي نحكي زاد السيروتونين إذا زاد الهابينس. تمام طيب عشان هيك سميناهم انتي ديبريسنتس. ليش تراي سايكليك؟ سمبل لأنه هذول تركيبتهم لو تفرجوا على الكيميكال ستراكشر راح يكونوا بتكونوا من 3 سايكلز. اوكي أول واحد بنسميه أتو ميكزيتين. أتو ميكزيتين هو الدرج الثالث اللي بعالج الـ ADHD اللي هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder. إذا صاروا ثلاث صح؟ إيش هم؟ كلونيدين وميثلفينيديت وأتوموكزيتين. Treatment of Attention Deficit Disorder. طيب inhibitor، طب الأتوموكزيتين هو inhibitor لمين؟ للنور إبنفرين ريابتيك ترانسبورتر. أوكي؟ طيب سيبيوترامين، إحنا حكينا قبل شوي أنه عددهم ثلاث، تذكرتوا؟ طيب الثاني اللي هو سيبيوترامين، من كلمة سيبيوترامين أنا من كلمة إس عشان ما قد ما في أدوية هون، من كلمة إس سمين. طيب تتوقعوا يعالج السمنة ولا يقللها؟ يعني الأوبيزيتي
اكيد راح هو هو دراج عشان يعالج مشكله الاوبيزيتي. طب ليش؟ برضه في المنطق ما بدنا نحفظ. سيبيوترامين بروح هو بيعمل بروح على الترانسبورتر ري ابتيك ترانسبورتر بيعملها انهبيشن. سو زاد مين؟ النور اي بي سيروتونين. طب النور اي بي لما يزيد معناته ايش؟ سيمباثوميماتيك اكشن. معناته بنرجع للسؤال اللي سالناه قبل شوي، لما تكون انها فايت اور فلايت سيتويشنز هل بيجي على باله الواحد ياكل؟ اكيد لا. سو لوس اوف ابيتايت سو تريتمنت اوف اوبيزيتي. داز ذات ميك سنس؟ قفلنا هالفيديو ميك سنس ميك سنس بالامتحان؟ لا ان شاء الله بكون برضه ميك سنس. خلينا نروح على الكوكين. الكوكين اللي هو الثالث والاخير. الكوكين المعلومه اللي بدنا نعرفها عنها كثير برضه مهمه، انا اكتب برضه مهم جدا جدا، انها لوكال انيستيتيك. اوكي مهم، ها مهم جدا جدا. طيب طبعا اذا عرفنا انه الكوكين ريدلي انترز سي ان اس اكيد شو راح يكون ايرو افكت زي الامفيتامين. ليش؟ انه قدر انه يعطي السنترال نيرفس سيستم افكتس. اوكي طب شو بفرق بيناتهم الامفيتامين؟ اول شيء غير عن المكتوب انه هو مش ديسبليسرز، هو ري ابتيك انهبيتورز للري ابتيك ترانسبورترز. اوكي بس هو برضه شورتر لاستنج ومور انتنس. اوكي شغلات حفظ هاي. تعرفوا انه الكوكين ممكن كان بي سموكت او سنورتد انتو ذا نوز اور انجكتد، تمام؟ عشان هيك بسبب هذول الاشياء هو هيفلي ابيوزد دراج. كوكا كولا والشغلات هاي سيبوكم منها. طبعا هذا اول سؤال بالامتحان من لك عشان قلت لكم سيبوكم منها. الدوبامين اجونست، حكينا عن الفا وحكينا عن البيتا. حكينا عن الالفا وحكينا عن البيتا. طب الدوبامين ما اخذ حقه؟ اوكي احنا حكينا عن الايفكت تبع الدوبامين، بس ضل انه نحكي عن الاجونست تبعونه. الليفودوبا منطق يكون ولا لا؟ طبعا هو البريكورسر تبعه الشو هو كثير بيشبه الدوبامين نفسه. طب وين حكينا عنه قبل شوي؟ في الباركنسونز ديزيز. ياس لما يكون في ديفيشنسي في الدوبامين بيسبب لي باركنسونز ديزيز، وممكن نعملها تريتمنت عن طريق البريكورسرز اوف دوبامين اللي هو الليفودوبا. الفينول دوباما دوبام يعني هو صراحه ما في اشياء نقدر نحفظها حرفي. بمجرد انه عرفنا الفينول دوبام انه هو اغونست على الدوبامين، وبدال الشطاره من كلمه دوبام اكيد عرفنا انه هو اغونست. فايش بنتوقع؟ ايش بتتوقع يعمل الدوبامين؟ اتفقنا بيعمل دايليشن صح. سو هو انترافينوس تريتمنت اوف سيفير هايبرتنشن. يعني واحد معه هايبرتنشن، سو لما اعطيه فينول دوبام كدوبامين اغونست راح يعمل دايليشن سو تريتمنت اوف هايبرتنشن. بس هاي الجمله كثير مهمه حرفيا. ممكن تجيب لك which of the following drugs is used for IV treatment of severe hypertension. اوكي يعني هاي حرفيا حفظ وبرضه مهمه. والباركنسون كثير كثير مهم حكينا عنها. طيب اوكي الان اللي ضل، اوكي هم سلايدات اللي ضلوا بس فعليا هم تجميع وترتيب افكار للي قبل، او هي نفس اللي حكيناها قبل ولكن نعرضه بطريقه ثانيه. الثيرابيوتيك يوزز اوف سيمباثوميتكس. قبل شوي كنا بنحكي على شو عمل الريسبتورز والاجونيستس على هذول الريسبتورز وايش ممكن يسووا. طب الان الثيرابيوتيك يوزز، يس هي ابلكيشن للي كان قبل شوي فمش هالشيء العظيم. كارديوفاسكولار ابلكيشنز، كيف ممكن نعمل تريتمنت للهايبوتنشن؟ فكروا بدون ما نطلع ايش ممكن الاشياء. هايبوتنشن بدي الفا 1 اجونيست صح؟ ليش؟ تذكروا الصوره الفا بيعمل كونستريكشن عفوا. سو اكيد راح يعمل هايبرتنشن او راح يعالج الهايبرتنشن. خلينا نحكي ما بس نحكي هايبرتنشن، هو راح يعالج الهايبرتنشن من امثلين نوريبي الفينيلفرين ميدوكزامين. كل طبعا الفينيلفرين وميدوكزامين نتذكر انهم سيلكتيف الفا 1 اجونست. اوكي طيب الكارديوجينيك شوك اند اتاك. طبعا هون لما يكون ماسيف مايوكارديال انفاكشن رح نستخدم دوبيوتامين. شو يعني مايوكارديال انفاكشن؟ يعني بكون الهارت ريت كثير منخفض عندنا، تمام، بحيث انه احنا بدنا نعالج هذا الاشي. فاحنا ممكن فلازم هون نستخدم الدوبيوتامين، لانه تذكروا شو الدوبيوتامين؟ سيلكتيف بيتا 1 اجونست. لانه المايوكارديال انفاكشن ممكن انه يسبب لي ديكريز ان هارت ريت. سو انا بدي الدوبيوتامين بحيث انه short term relief of heart failure. اوكي
لانه في المايوكارديال انفاكشن بكون في عندنا فنتريكولر ديس فانكشن، فالدوبيوتامين بيساعد على هذا الشيء، بيساعد انه يعالج والتريت، بيعمل تريتمنت لهذا الديس فانكشن. طيب اذا حكينا في اللو دوزز او المودريت دوزز راح يزيد الكاردياك اوتبوت، اوكي، وممكن يعمل لي ليتل بيريفيرال فيزو كونستريكشن. داز ذات ميك سنس؟ يس. ليش؟ لان الدوبيوتامين راح يزيد الكاردياك اوتبوت. طب في شغله ما حكيت، اتوقع انه لما يزيد، متى بيزيد الكاردياك اوتبوت؟ لما تزيد الكونتراكتيليتي، لما يزيد الهارت ريت بيزيد الكاردياك اوتبوت نتيجه لذلك. طب ليتل بيريفيرال فيزو كونستريكشن ليش؟ لانه ممكن انه يشتغل على ريسبتورز ثانيين ويعمل بريفرال فيزو كونستريكشن. اوردوستاتيك هايبوتنشن زي ما حكينا انه هاي كلها شغلات مراجعه على اشياء حكيناها. اوردوستاتيك هايبوتنشن حكينا عنها، وحكينا الميتودرين برضو صح، حكينا عنها وقتها وحكينا كثير مهم، لانه هو فعليا الفا 1 اغونست. ممكن انه احنا نستخدم افيدرين، تذكروا اللي هو ريليسنج، بزيد الريليس للنور ابينفرين وبرضو بيعمل اكتيفيشن للبيتا 2، فأكيد بيعالج الأوردوستاتيك هايبوتنشن وبرضو الفينيرفرين. بس إذا يعني السؤال لما يجي أتوقع رح يكون الجواب ميدودرين، ورح يكون الخيار هو الوحيد بيناتهم. المنطقي كثير بحيث الواحد ما يتخربط، بس ميدودرين هو الأساس. أوكي، كارديال كاردياك أبليكيشن. لما يكون في عندنا هارت بلوك تذكروا إشي اسمه اس اي نود والاي في نود، ولما البوتنشال يمشي بيناتهم، تمام. في الهارت بلوك بكون في مشاكل لهاي الشغله، هاي العمليه ما بدي افوت بتفاصيلها، بس اكيد بصير في بلوك، لانه اصلا الهارت ريت والكونتراكتيليتي للهارت بتعتمد على هاي العمليه اللي بتصير بين الاس اي نود والاي في نود، الاكشن بوتنشال بينتقل بيناتهم وبيكمل طبعا لتحت فينتريكلز، بيؤدي، ما بدي افوت في التفاصيل، بيؤدي للكونتراكشن. فالهارت بلوك طبعا هون بكون temporary emergency، اوكي، منعالجه عن طريق الايزوبروتيرينول اللي هو both can give action on both beta 1 and beta 2. طب cardiac arrest ما بتصير في البيت، يعني مش انت قاعد في البيت فجأة بصير cardiac arrest معك، وين بتصير؟ في الهوسبيتالز، تمام. فبصير cardiac arrest بحيث نبض طبعه جدا بقل، فهناك بنعطيه الابينفرين، سو ابينفرين كاردياك ارست، ايزوبروتيرينول هارت بلوك. طيب نشوف اللي بعده، لوكال فيزو كونستريكشن. هون لما يكون في عندنا سيرجري اللي هي جنجيفيكتومي، في القم اللي هي اللثه لبيشنت اندر سيرجري، اوكي، بده يصير لها ريموفينج، فعلشان نقلل البليدنج بنعمل فيزو كونستريكشن. سو علشان نقلل البليدنج نحتاج لوكال فيزو كونستريكشن. ليش لوكال؟ عشان بس للجنجيفيكتومي يوصل للقم، تمام، وبرضه عشان نمنع الرعاف اللي هو الابيستاكسز، اوكي، بحيث طبعا هذا كله في السيرجري. مين بنستعمل؟ الابينفرين. الكوكايين برضه للنيزو فرنجيال سيرجري. طيب ليش؟ اشمعنى الكوكايين؟ اتذكرتوا شو المعلومه المهمه اللي حكينا عن الكوكايين؟ انه لوكال انستيزيا، اوكي، سو في السيرجري منه انه بنستعمل لوكال انستيزيا وبرضه نعمل فيزو كونستريكشن. سو هاي الشغله كثير مهمه في الكومبايننج اوف دراجز، الفا اغونست عشان تعمل فيزو كونستريكشن ولوكال انستيتكس، اوكي. طب شو فائده هاي الشغله؟ يعني هون بحكي لنا التوتال دوز بتزيد وبتصير احسن، اوكي، وبتعمل ريدوس التوكسيسيتي. طب شو دخل هاي الشغله؟ طيب هسا انا بدي اجي اعطي هذا الانستيزيا، اوكي، اللي هو الكوكايين. لما بدي اجي اعطيه لخلال السيرجري في موقع معين، لازم اعمل فيزو كونستريكشن بحيث انه ما ينتشر هذا الانستيزيا او الكوكايين لمناطق ثانيه بالجسم، فبسبب توكسيسيتي. فلما اعمل فيزو كونستريكشن بقل، اوكي، وبرضه بزيد الفاعليه والافشنسي تبعيته في المكان اللي انا حطيته فيه. يعني مش انا اجي احط الانستيزيا من هون وبروح بنتشف كل انحاء الجسم، لا، بعمل فيزو كونستريكشن بحيث بركز هذا الانستيزيا في المكان اللي انا بدي اياه، وبقلل التوكسيسيتي وبزيد الافشنسي. هذا موضوع كثير مهم عشان هيك ركزت عليه. مثال على الالفا اغونست اللي هو الابنفرين، ممكن نستخدمه وهذا التركيز، اوكي.
ممكن نور ابينفرين وفينيلفرين نستخدمهم، تمام، بس يعني هو الأكثر إشي يستخدم اللي هو الابينفرين. طيب systemic effects on the heart and peripheral vasculature may occur but are usually minimal. ليش؟ لأنه هو أوكي أنا حصرته في مكان معين يعني هذا الأنستيزيا، بس أكيد راح ينتقل، تمام، في النهاية راح ينتقل وراح يعطي الأذر إفكتس تبعيته غير أنه أنستيزيا. لا ننسى أنه راح يعمل سيمباثوم ميماتيكس أكشن، تمام. طيب قربنا نخلص هون. أوكي الميوكس ممبرين دي كونجستنس حكينا عنها بالالفا 1 في النوز لما يكون في عندي احتقان وفي عندي فيزو دايليشن، فبجيب الفا 1 اجونست بيعملوا فيزو كونستريكشن فدي كونجستنت بمنع الاحتقان، تمام. عندنا الفينيلفرين هو الاكثر واحد ممكن نستخدمه. نرجع للفينيلفرين اللي حكينا عنه كدراج، حكينا اكثر واحد ممكن نستخدم كنيزل دي كونجستنت سبريز، نستخدمه كسبريز سو لونجر ديوريشن of action. اوكي عن طريق انه نعطيه للاورال ادمنستريشن، تمام، ممكن يكون لابينفرين او سودو سوري افيدرين وسودو افيدرين. برضو يعني لاحظوا كثير تكررت معنا كلمه افيدرين وسودو افيدرين لانهم حكينا ريليسنج للنورابينفرين، هذا اهم شيء بدنا نحكي عنه، فاكيد راح يكون الفا 1 اجونست يعمل ديكونجستنس. Long acting topical decongestants طبعا هذول long acting مثل زيلوميتازولين اوكزيميتازولين. اوكي تتذكروا شو حكينا عن الاوكزيميتازولين؟ حكينا انه هو الفا 1 agonist بس لما نزيد بس ممكن يصير الفا 2، بس هو في الاساس الفا 1 صح ولا لا؟ so decongestant. اوكي pulmonary applications، اول ما نحكي pulmonary عصير بدخطر ببالكم اللي هو البيتا 2 receptors لانه بيعمل bronchodilation لمين؟ للي معهم ازمة. مين هم الادوية اللي حكينا عنهم؟ salbutamol نفسه albuterol اوكي تيربيوتالين ميتابروتيرينول مش ايزو ديروا بالكم ما في ايزو. طيب sympathomimetics other than beta 2 selective drugs rarely used. طب ليش؟ بدون ما نكمل. اوكي بدون ما نكمل ليش؟ ليش ما بنستخدمهم؟ لانه ممكن يكون لهم افكتس ثانيه. واحد معه ازمه، انا بس بدي اعمل برونكو دايليشن، انا ما بدي اعمل اشياء ممكن يروح يعمل فيزو كونستريكشن وممكن يزيد الهارت ريت، لا انا بس بدي اعالج الازمه، تمام. اوكي انافايلاكسس، انافايلاكسس اللي هي الحساسيه المفرطه، اوكي لما يصير في عندنا اعراض كثيره زي برونكو سبازم، فشو علاجها؟ البيتا 2 اكتيفيشن. Mucous membrane congestion شو بنعمل؟ alpha 1 activation angioedema تمام بسبب vasodilation. Severe hypotension برضو vasodilation فإحنا بنعطي اللي هو epinephrine. epinephrine إيش راح يسوي؟ وين بيشتغل epinephrine؟ لا تنسوا أنه بيشتغل على البيتا 2، فعلى البيتا 1 بيزيد الكاردياك أوتبوت، على البيتا 2 تذكرون صار لنا برونكوسبازم اوكي راح يعمل برونكو دايليشن، على الفا 1 بيعمل كونتراكشن للكابيلاريز سو فيزو كونستريكشن فراح يقلل من هاي الاعراض. طب انتوا حكيتوا لي الان حساسيه، خطر ببالكم الهيستامينز، فبنجيب لانه الهيستامينز هو بيسبب اعراض الحساسيه فبنجيب انتي هيستامينز او ممكن جلوكوكورتيكويدز. يس كان بي سكندري طبعا ثيرابي، طبعا الاساس اللي هو الابينفرين. طيب اوبثالميك ابلكيشنز لما يكون الفيزيشن بده يعمل اكزامينيشن للريتينا اللي هي الشبكيه، بده يعمل مدرياسز سو اكيد بده الفا 1 اجونست مدرياسز اكزامينيشن اوف ريتينا. مين هو الالفا 1 اجونست اكثر واحد يستخدم؟ الفينيلفرين. اوكي سو الجلوكوما حكينا انه ممكن تتعالج اوكي باي ابينفرين، بس هو فعليا ريرلي يوزد، تمام، طبعا بالامتحان ببطل ريرلي. فاكثر شيء يستخدم اللي هو بيتا بلوكينج ايجنتس راح ناخذه لقدام، ف اخر شيء بالبيتا بلوكرز يستخدم عشان اعالج الجلوكوما وهي فعليا فيري افكتيف. ابراكلونيدين ايش هذا الشيء اللي يزيد غريب؟ لا مش غريب، خلينا ناخذ كلمه كلونيدين لحالها تتذكروها؟ يس الفا 2 سيلكتيف اجونست لوور انترا اوكولار بريشر، يس حكيناها في الالفا 2 ريسبتورز انه هي بتساعد انه تعمل لورينج للانترا اوكولار بريشر فبتعالج الجلوكوما، لأن أصلا الجلوكوما
بكون انترا اوكيولار بريشر كثير عالي، بياثر هذا على الفيجن ممكن يفقد. اوكي جينيتو يورينري ابلكيشن، شايفين كيف يعني الشغلات قاعده بتعيد حالها. جينيتو يورينري لبريجننت يوترس، تتذكروا برضه بيتا 2 سيلكتيف اجونست عشان يعمل ايش لليوترين ماسلز، يعملها دايليشن فيأجل هذا البريميتشر ليبر. اوكي ريتودرين هو اكثر واحد حكينا عنه. اوكي تيربيوتالين، اوكي هو بيتا 2 بس حكينا بيتا 2 بس حكينا نركز على الريتودرين. اوكي عندهم شيء اسمه ستريس انكونتيننس. ستريس انكونتيننس يعني واحد بكون عنده اللوس اوف يورين كثير سهل، يعني بروح بجح ولا بعطس ولا بروح بعمل عمل رياضي ولا هو في عنده لوس اوف يورين. طب هذا نتيجة لايش؟ ان اليورينري بلادر السفنكتر تبعيتها مش كثير ماسكة، او في عنده مشكلة بحيث ان اليورينيشن قاعد بيزيد عنده. اوكي يعني ما في سيطرة على موضوع اليورينيشن. اوكي بنسميه ستريس انكونتيننس. اوكي مين ممكن نستخدم هذا الاشي؟ في شغلة هنا، لما يصير في كافينج الانترا ابدومينال بريشر بزيد صح، فهذا الابدومين تحت ايش في البلادر، فبزيد الضغط على البلادر، فبما انه ما في سيطرة كثير كبيرة فبصير في loss of small amounts of urine بنسميها ستريس انكونتيننس. شو ممكن نستعمل؟ الافيدرين والسودو افيدرين. تمام اوكي اخر سلايد هون وصلنا لها اللي هي سي ان اس ابلكيشنز. السي ان اس ابلكيشنز حكينا شغلات تتعلق في الجهاز العصبي زي الناركوليبسي اللي هو اللي بيضل ينام كثير. اوكي او الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر. تتذكروا الناركوليبسي حكينا مودافينيل مستخدم له، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر حكينا في ثلاث ادويه مستعملهم صح، ايش هم؟ اللي هم مثل فينيديت وكلونيدين، وكمان حكينا اللي هو اتوم ميكزيتيت سوري اتوم ميكزيتين اي ثينك، والمودافينيل كان اولسو بي يوزد، بس خلينا نركز على المودافينيل كناركوليبسيك. بنكون خلصنا كل سلايدز، اتوقع طولت عليكم شوي عشان الريفيجن، وان شاء الله تكونوا فهمتوا. يعطيكم الف عافيه.